نازل علاء من جاليري كومودا للأساس والسجاد. السنة دي أول سنة ننزل فيها لمرياج المعرض. سوفر المعرض مبشر جدا، تمام. بنقدم لزوارنا السنة دي طقم أساس الليفينج عبارة عن ركنة، تمام، وعاملين طقم أنتريه طبعا عشان المكان هنا مش متاح اللي احنا نعمل نعرض حاجات أكتر، فبس حاطين سيمبلز من عندنا، تمام. وزورنا يقدروا يزورونا في معرضنا دايما في مدينة نصر في جمال الدين عفيفي، 40 جمال الدين عفيفي، وفرعنا الأحدث فرع لينا في 41 أبو داوود الظاهري، هيلاقوا كوليكشن مختلفة جدا عن اللي احنا عرضناه. بتقدموا أوفر أو حاجة لزوار المعرض؟ يا فندم، احنا حاليا يعني من أول المعرض اللي هو امبارح لحد آخر شهر 3 بإذن الله في عروض على كل الحاجات اللي عندنا موجودة في الجاليري. الديسكاونت بيوصل في بعض الأحيان لـ 40%، تمام، على الأطقم الأنتريهات، على النوم، على السفرة، تمام، لحد اخر الشهر ده باذن الله. يعني التماشين حتى بعد ما المعرض يخلص احنا هنكمل الاوفر ده لحد اخر الشهر باذن الله. رايك كيف المعرض؟ هو المعرض فعلا كبدايه لينا احنا ما كناش متوقعين الاقبال ده، بس المعرض عامه الناس العرضه حتى مش الكاستمرز بس حاجاتهم فعلا جميله جدا. يعني احنا بغض النظر ان احنا عارضين، احنا برضو استفدنا من الناس اللي جايه عارضه هنا، تمام، وباذن الله مش هتبقى اخر مره يعني اللي احنا نشارك في المريش. هو التنافس جميل جدا، وطبعا في مصلحه المستهلك في الاخر. يعني مثلا بنلاقي مثلا اكتر من عيادات متخصصه في عمليات التجميل او كده، المستوى باين اللي هو مستوى عالي، والاسعار برضو انا شايف اللي كل الناس العارضه منزله ديسكاونت خاص بزوار المعرض، ففي الاخر ده طبعا بيصب في مصلحه اللي جاي بيتفرج عندنا، واحنا برضو حاولنا ان احنا برضو نعمل ديسكاونت كده بحيث اللي يبقى فيه اقبال عندنا، تمام. وباذن الله زي ما قلت لحضرتك من التجربه الاولى لينا دي في المعرض، وباذن الله مش هتبقى الاخيره يعني. تقول زوار المعرض دلوقتي والسنين الجايه؟ الناس اللي عجبتها كومودا عند السنه دي، تمام، يقدروا يشرفونا في معرضنا دايما في 40 جمال الدين عفيفي في مدينه نصر و41 ابو داوود الظاهري، هيلاقوا حاجات برده زي ما عجبتهم الحاجات هنا، هيلاقوا نفس الكوليكشن اللي هناك يعجبهم باذن الله، وحاجات اكتر من كده. تمام، شكرا.